وبأولى محطاتنا الصباحية مشاهدينا رح نحكي عن الدراما التلفزيونية يلي باختلاف أنواعها ومضامينها عم يكون في إلها تأثير مباشر وغير مباشر على كل الفئات العمرية، إن كان بأفكارهم، نمط حياتهم وسلوكياتهم اليومية. واليوم نرمين، بما أنه نحن بشهر رمضان، بتلاحظي في كم هائل من المسلسلات والبرامج يلي عم تنعرض. يمكن كل حدا فينا عم بيتابع أكثر من مسلسل، وكل مسلسل عم يترك فينا أثر وانطباع كتير كبير بأي شكل من الأشكال. فيعني نرمين، بضمن عشقة هاي المسلسلات، شو أكثر مسلسل عم تتابع؟ هلا أنا عم تابع كذا مسلسل إذا بدك تقولي. فنحن يعني، وخصوصا هلا بطبيعة عملنا، فبصير عندك فضول تسمعي ناس عم تحكي عن مسلسل معين. تتابعي يعني حتى من الدراما السورية المصرية ومن مختلف أنواع الدراما. شو تصير مثل ما عم تحكي هيدي، شفنا كثير من الأشخاص عم يتأثروا بالدراما، والأكثر تأثرهم هن الشباب واليافعين. أكيد. يعني صرنا عم نشوف كيف عم يطبقوا مثلا الشوارب. صح. إذا في مثلا لوك معين، ستايل معين، كيف مثلا حتى كلمات الحكي، المشي، الحركات كلياتها. بنحكي اكثر عن تاثير الدراما وبشكل اخص على الشباب واليافعين. واكيد بيسعدنا نرحب بالاستاذه عباده دعدوش، وهو الباحث في تنميه وتطوير مهارات الشباب. رمضان كريم واهلا وسهلا فيك. رمضان كريم، يسعد صباحك. صباحكم، اهلا وسهلا. بدايه يعني خلينا نرجع شوي لايام زمان. المسلسلات اللي كانت تنعرض كانت تترك فينا اثر، كان كل رساله تطلع فيها تترك فينا انطباع. اليوم نحن بنشوف انه لا، صرنا اكثر وعي، صار في عنا ثقافه اكثر، صرنا نعرف نحن شو نختار شو نتابع. فخلينا نحكي بدايه، قبل ما نتعرف على تاثير الدراما على الشباب والمراهقين، خلينا نحكي قد ايه مهم اليوم نحن نختار مضمون يناسبنا ويناسب يلي حوالينا. اول شيء يسعد صباح المشاهدين، ويسعد صباحكم، ورمضان كريم. اهلا وسهلا. طبعا في موضوع مهم، انه اليوم الدراما او اي شيء انت بتحضره على التلفزيون هو يشكل شئت ام ابيت جزء من شخصيتك. لانه هو عم يكون ضمن المحتوى الثقافي والمحتوى المعرفي الذي لا يدخل من اللاوعي، يعني شيء انت ما بتوعاله. اليوم ممكن تلاقي حالك عم تتفرجي 3 ساعات ونص على التلفزيون من دون ما تحسي قديش الوقت او تملي. او ممكن تقعدي مع شخص تحسي بعد 10 دقائق انه مليتي، تعملي اي اكتيفيتي نشاط بتلاقي حالك مليتي، اما بالتلفزيون ما فيكي، بتحسي لحالها عم تمشي الوقت، حتى بتخلص الحلقه بتقول يا الله ليش خلصت، بتكون هي ساعه كامله. فهون صار في عندك عم تدخل بشكل لاوعي، وكل شيء يدخل باللاوعي لا يحسب وقته، وهي نقطه مهمه. نحن ما عم نتململ منه، فهي عم تاثر علينا بشكل لا ارادي لا واعي، وتؤثر على شخصيتنا بشكل أساسي. هي على كافة فئات المجتمع. بس اليوم تختلف من فئة لفئة، يعني الكبار بالعمر تؤثر عليهم بشكل محدود أكثر من الصغار بالعمر. ومثل ما نعرف أنه العلم في الصغر كالنقش على الحجر. صحيح. تمام؟ فعنا الأطفال بيتأثروا بشكل أساسي بهالدراما، بيتقل بعد الشباب اللي بيتأثروا بشكل أكثر بالدراما ولكن بشكل مباشر وليس بشكل استراتيجي. بيجي بعد الطبقة الثالثة اللي هن الكبار بالعمر اللي بيتأثروا بشكل أقل في الدراما أو في التلفزيون بشكل عام. طبعا شلون بيختاروا مسلسلات بناء على سؤالك؟ بيختاروها بناء على توجهاتهم، ميولهم، رغباتهم. شلون يعني؟ في حدا مثلا بحس حاله بأنه هو بيهتم بمجال الأكل، اهتماماته بمجال الأكل، فبيتفرج على أفلام أو مسلسلات وثائقية أو ممكن غير وثائقية عن مجال الطبخ. طيب في عندك أشخاص بيهتموا بالجمال وبالصحة، فبيتفرجوا على هذا النوع من المسلسلات أو من هذا النوع من البرامج. في عندك أشخاص بيحبوا الأكشن مثل ما بتشوفوا، بتوجهوا نحو الأفلام التي فيها إثارة ومشاهدات حماسية وإلى آخره. فهي بناء على الاهتمامات، على الميول، وعلى الرغبات الشخصية والحاجات النفسية. طيب كنا عم نحكي نحن كيف ممكن نحن نحد من التأثير السلبي للدراما. قبل كانت المشاهدة أكثر أمان، يعني خصوصا لما نحكي عن المسلسلات مواضيعها كانت يعني العائلة كلها بتقدر تحضرها بشكل آمن. هلأ اختلف الوضع شوي، وخصوصا أنه ما بقى في حالة المشاهدة الجماعية، كل واحد على موبايله ماسك موبايله عم يشوف مسلسل مختلف إذا بدنا نقول، وحلقات مختلفة. كيف لنا اليوم نحد من التأثير السلبي اليوم على الشباب واليافعين؟ جميل جدا، جميل جدا. طبعا اليوم مثل ما بتعرفوا، مثل ما حكيتي، بانه كثير اشخاص عم كل واحد يتوجه لحاله حسب اهتماماته، نشاطاته، حاجاته النفسيه مثل ما حكينا. فكل واحد عم يحضر شيء يختلف عن الاخرين، وهي اشكاليه بحد ذاتها، انه انت ما عم تقدري توحدي تعرفي شو عم يتفرج على ابنك، او ممكن ما بيعرف الاب شو عم يتفرج مرته والى اخره. فبصير في عندنا كثير اشكاليات. نحن حكينا انه في تاثير على الطبقات والمجتمع، طبعا اخطر شيء على الاطفال، لانه بتشكل للمستقبل تبعهم بناء شخصية متكاملة، فهي خطيرة جدا الدراما على الأطفال كبداية. احنا رح نحكي على الشباب ونختص في الشباب. اليوم الشاب
في عنده في خضم مرحلة بناء الشخصية. فلما تكون أنت في مرحلة بناء الشخصية وتحديد الهوية الخاصة فيك وأنت عم تحدد شو هي انتماءاتك وقيمك ومبادئك، يوم يدخل التلفزيون أو الدراما خصوصي صارت اليوم كلها بالسيناريوهات ما شاء الله المتقنة، عم تكون قريبة جدا للواقع، يعني بتحس أنه واقعية، عم تحس أنه أنت عم تعيش القصة. يعني في أشخاص بيتفرجوا على فيلم رعب فبتلاقيهم ما بيقدروا يناموا بالليل. صحيح. ليش؟ لأنه صار بيعتبروها هي مثل الواقع. وهي في تجربة دراسة عملية عملوها على 30 شخص، جابوا 10 أشخاص خلوهم يلعبوا باسكت بول، هن لاعبين باسكت بول كرة سلة، خلوهم يلعبوا 10 لمدة 3 شهور، وفي 10 ثانيين ما خلوهم يلعبوا شيء نهائيا، وفي 10 ثالثات خلوهم يتفرجوا فقط على التلفزيون كيف يلعبوا يمرنوا ذهنيا هذا العمل. بعد 3 شهور من قياس هالتجربة تبين انه الاشخاص اللي لعبوا عندهم نفس النتائج تقريبا تبع الاشخاص اللي كانوا يتفرجوا فقط ويعملوا تدريب ذهني. فهذا الامر جدا خطير. فنحن دماغنا لما انت عم تتفرجي على شيء عم يرسل مؤشرات وعم يرسل الهرمونات وعم يشتغل شغل تماما مثل ما انت عم تشتغلي بارض الواقع، او فينا نقول اقرب الى ما تشتغلي انت بارض الواقع. فانا مثل انا عايش بالفيلم، فانا عايش بهذا الجو، وهون عم تتاثر شخصيه الشاب، عم يتاثر نشاطه الذهني، عم يتاثر بناء شخصيته، وممكن فورا ممكن يروح يتقلص شخصيات، وهي في خطوره كثير كبيره انه يتقلص شخصيه مثلا اكس من الناس، وهذا الشيء مع الوقت بيغير شخصيته، فبصير في عنده صراع داخلي. طبعا ممكن يغير سلوكه مع رفقاته، بتلاقيه تغير سلوكه. ليش؟ والله انا فلان. يا الله، هلا بتلاقي شباب اليوم كثير بيستخدموا المصطلحات تبع المشهوره صارت اللي صارت ترند من المسلسلات مثل اثبات للهيبه. صحيح. والى اخره. في عندنا كثير يعني بتلاقي حتى هلا بالمسلسلات الجديده عم تماماً يتقمص. حتلاقي كل واحد هلا موجود اكثر شيء هو الشوارد اللي انتشرت بشكل كثير كبير. حتى الصبايا كمان مسلسل صبايا كله تماما حتلاقي بانه كل واحد صار اخذ الترند تبعه وحتى عم يتغير شخصيته، وهذا امر خطير جدا. طيب احنا كيف فينا نحد من هذا التاثير؟ اول شغله لازم يكون في للشاب نصيحه وللاهل نصيحه. الشاب انا ارجو من الشباب كلهم انه يحددوا هن مين قبل ما يتفرجوا على التلفزيون، يحددوا انا شو هدفي بالحياه، انا ليش عايش، أنا شو شخصيتي؟ شو هي قيمي، مبادئي، سلوكياتي؟ لأنه الإنسان اللي بيتفرج على التلفزيون وبتأثر فيه، هذا دليل إنه في عنده نقص أو عدم توازن نفسي. صحيح. تمام؟ يعني هو ليش عم يقلد حدا؟ لأنه هو فعلياً ما له مرتاح، ما له متقبل ذاته. هذا ما حكي نظري، هذا حكي عملي. اليوم لما أنت تقلد أشخاص آخرين أو بسلوكك، فأنت عندك مشكلة إذا في سلوكك حتى قلدت غيرك. أما لما أنت تكون متقبل ذاتك، بتكون مرتاح مع نفسك، عم تنجز مع ذاتك، فهذا بتحس إنه أنا ما في داعي، بالعكس العالم بيقلدوني، ما أنا بقلد حدا. تمام؟ إذا أول شغلة إلى الشباب أرجو منهم إنه يشوفوا هن شو شخصيتهم، إنه يعرفوا ذواتهم، يفهموا شو سلوكياتهم، هل هذا الشيء يتوافق معهم أم لا، ويحددوا اهتماماتهم واحتياجاتهم النفسية. هي النصيحة الأولى. النصيحة الثانية للأهل، الأهل يجب عليهم إنه من الصغر إنه يركزوا على الشباب وعلى الأطفال على شو عم يتفرجوا، ودائما يبنوا شخصيتهم. شو يعني يبنوا شخصيتهم؟ يبنون القيم والسلوكيات، ويحاورون بالمواضيع عقلانية، ويبنوا عندهم تفكير عقلاني، ويوضحون أهمية التلفزيون وأنه هذا التلفزيون عبارة عن تمثيل. اليوم في أطفال كتير نحن بديهياً بنعرف أنه هذا تمثيل، بس في أطفال وفي شباب اليوم بفكروا هذا واقع. صحيح. يعني أنا هون بدي أسألك، يعني فينا نقول اليوم بما أنه بشهر رمضان بتلاقي أغلب المسلسلات مايلة للعنف نوعا ما، أيام زمان كانت المسلسلات أنه خرج الطفل يقعد مع أهله مثل مسلسل على 5 نجوم جميل، وهنا هدول يعني المسلسلات خرج أنه الطفل يقعد فيها. اليوم مثلا دور الأهل بهذا الموضوع قديش مهم أنهم يفهمون أنه هذا الشيء تمثيل، هذا الشيء غلط، يكون عندهم وعي أكثر. تماما. هي النص لازم الأهل بأنه يفهموا أولادهم أنه هذا تمثيل، ويشرحوا لهم شو يعني تمثيل هذا الطفل، حتى لو انت بتعرفي انه اليوم السوشيال ميديا عم يشتغل والى اخره. لا، لازم الاهل يوضحوا هذا الشيء، ويجب على المدارس ان توضح هذا الامر انه اليوم الطفل ما عم يعرف هذا الشيء. بنفس الوقت على السوشيال ميديا كمان لازم يشرحوا له انه التلفزيون ولا السوشيال ميديا من خلال الموبايل، لازم يشرحوا له انه هذا تمثيل، هذا مو شيء واقع. واليوم كل شيء عم تشوفه على السوشيال ميديا حتى من حياه واهمه لبعض الاشخاص، هي حياه عباره عن مظاهر، ليس بالضروري ان تكون هي الحياه الحقيقيه. وهي نقطة مهمة جدا نحن بنبحثها كباحثين في موضوع الشباب، بنشوف لها نتائج كتير سلبية.
تمام. هلا خلينا ننتقل للفكره اللي بعدها اللي هي بانه دور الاهل اذا اول شغله اللي هي انه نحن نشوف اطفالنا ونعلمهم انه هذا الشيء غلط، ثاني شغله نحاول نبني شخصيتهم شو هي السلوكيات الصح شو هي السلوكيات الغلط، شو هو الشيء اللي احنا بنتقبله شو الشيء اللي ما بنتقبله، نحاول نطلع على الجانب النفسي شو هي شخصيتك اللي انت بدك ترتاح معها، ونفهمهم اهميه التقبل والتعرف على الذات. ننتقل بعدها لنقطه مهمه، دور الاهل في الحوار مع الشباب ومع الاطفال. يعني اليوم مثلا عم يتفرجوا على التلفزيون، حاوروا شوفوا شو رايه بهذا الشخصيه هالمثل هذا، شو رايه بالشخصيه، شو رايه بهذا الموقف، منا بتخلي في جو حماسي، منا بتحاول تعمل قرب لانه صار في فجوه بين الاعمار. يعني اليوم بتلاقي بين واحد خمس سنين، بين التسعين، بين جيل التسعين وجيل الألفين محتوى غير مختلف تماما. تماما، لا أنا بدي حاورهم أتقرب منهم، صاحبهم، اسمع منهم حتى لو كلامهم غريب كتير. يعني اليوم حتى لو في أشخاص منهم في عندهم سلوكيات لا تتوافق مع القيم الاجتماعية تبع الأهل، ولكن مع ذلك لازم يتقبلوها ويحاولوا يحاوروه ويبنوا له بشكل منطقي. طب خليني وقف عندك معك على نقطة الحوار. يعني يمكن الأهل شوي بيفهموا موضوع الحوار إنه هو بيكون توجيهي أكثر من إنه هم يتقبلوا رأي الشاب أو اليافع أكثر، فكيف هي آليات الحوار يلي ممكن تصير بين الأهل وال تماماً السؤال جداً جميل. أول نقطة بإنه رأيي يختلف عن رأيك. الأهل هنن أساس، هن أساس العائلة، ولكن لازم يعرفوا الأهل بأنه الولد ما لازم يكون شبيه عنهم، ما لازم يكون نسخة عنهم، هو إجا من خلالهم ولكن لن يكون نسخة عنهم. كل واحد له شخصيته، نقطة تميزه، له آلية تفكيره، فأنا لازم أقعد مع شخص كأنه ما بعرفه. هي أول نقطة، بدي أتقبل فكره، مو أنا بدي يكون هو مثلي، لا إحنا هيك إحنا بنمشي بالبيت، ما في هذا الشيء. بدي أنا أكون معه عم اتعامل كانه شخص غريب، حاول اتحاور معه على انه شخص غريب، اتقبل فكرته، حاول شوف الحياه من منظوره مو من منظوره كابني، انه لما اشوفه من منظوره كابني شو بصير؟ بده يقول لا هذا ابني ما بصير هيك تساوي، احنا ما هيك تربينا، احنا ما هيك سوينا، لا هذا هو النقطه التوجيهيه، انا بدي اياك تشوفه كطرف غريب انت ما بتعرفه، تمام؟ بس تحاول تشوف وجهه نظره للموضوع وتحاول تحط حالك ببيئته. اليوم أنا ما فيني أعيش من الجيل القديم، ما فيني ضل على الوضع القديم، ما فيني يكون من نفس حياتكم. يعني في اختلاف عمر كبير، رفقاتك، معارفك، حتى البيئة اختلفت، حتى اليوم التكنولوجيا غيرت كل شيء. فأنا أول نصيحة مثل ما حكينا هي بأنه أنا بدي أعتبره شخص غريب. هو بده يكون من احنا بده يكون نصيحة توجيهية، نصيحة لا توجيهية، حوارية مبنية على فهم ابني وعلى رؤية وجهة نظره، وحط حالي موقفه. النقطة الثالثة، أنا ما ضروري وصل معه لنقطة مركزية أو نقطة اتفاق ممكن. يا ريت نقدر نلتزم بهالنقاط أكيد. شو معناته أنا ما بدي وقف على نقطة اتفاق؟ مو ضروري إنه نحن نوصل لاتفاق إنه هذا الغلط وهذا الصح. يمكن حتى حالة هاي الحوار اللي بتصير منشوف يمكن الابن أو اليافع صار يحكيها لرفقاته لما يتناقشوا بالمسلسل، يعني ممكن هو يكون ناقل لحالة إيجابية مثلا، مو بس كمان بالشخصيات، يتناقشوا بالشخصيات، يتناقشوا بالأحداث التاريخية، يمرقوا مثلا إنه أنا والله بتذكر بهديك الأيام ما كان صاير هيك. يعني مو انه يعني الاهل بيجوا يحطوا ببالهم فكره معينه بدهم يواجهوها فبيركزوا عليها وبينسوا الجوانب الثانيه، فهي بتمرق يمكن من ضمن الحديث. ايوه، وهي النقطه كثير مهمه بانه انا كمان اطلب من الاهل انه يدخلوا القصص. احنا بنعرف بانه اليوم حتى بالاخبار، بعالم الاخبار، في عندك الخبر والقصه الاخباريه. صحيح. اللي هي بتعطي رونق اكثر وبتعطي التفات وانجذاب اكثر. فانا بدي من الاهل بدل ما يناقشوا بشكل أكاديمي أو بشكل أنه مباشر، لا حاول أعطي قصص أنه والله بزمانه صار معي مثل ما صار مع عاصي فرضا. صحيح. وكذا هون الشاب يتأثر فبينجذب، هني ما بيكونوا بيعرفوا الفكرة. صحيح. هون الطريقة هي الفكرة ليست مهمة بمدى أسلوب إيصال الفكرة. طيب قد إيه مهم هذا النوع من المسلسلات اليوم؟ اليوم جدا مهم طبعا. اليوم كل شيء مسلسلات موجودة سواء كل المواضيع هي مهمة ونحن ما فينا ننقدها، ولكن نحن بدنا نحاول أنه نحافظ على تأثيرها ونوازن على تأثيرها على جمهور المشاهدين. اليوم بالأخير المخرج أو الممثل ما حيكونوا موجهين لكل العالم بنفس السوية. صحيح. في عالم حياخدوها بشكل كتير كبير، العالم اللي عندهم عقد نقص أو حاجات حتاخدها بشكل خاطئ، في عالم بنفس الوقت عم تاخده كقدوة أو كشيء إيجابي.
فانا للايجابي هذا الشيء جيد جدا. عمل السلوكيات السلبيه ياخذوها هذا الشيء سيء جدا. الاخير السيناريو بده يكمل صح ولا لا؟ فهي نقطة. صناع العمل يمكن بيحبوا هاي الحالات التفاعل سواء سلبيه او ايجابيه، المهم يكون في حدث الناس عم تحكي فيه عم تقلد هاي التصرفات. ونحن معهم بهذا الشيء، ولكن نحن عم نوجه الاهل بانه نحن ناخذ الايجابي ونحاول انه نحد من السلبي مشان يكون في عندنا نتيجه افضل ونقدر نبني شبابنا بشكل افضل مستقبل، لانه هذا بياثر على شخصياتهم، بياثر على مستقبلهم، بياثر على المجتمع تبعهم. نعم اكيد. بدنا نشكرك كثير الاستاذ عباده دعدوش الباحث بتنميه وتطوير مهارات الشباب. يا اهلا وسهلا، نورتنا. اهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم ورمضان كريم. اهلا وسهلا فيك وشكرا كثير لك.